السلام عليكم، مرحبا بكم العائله زينه تاعنا. اليوم جبناكم هذا الكليكلاك اللي راهو اون فورم ال. بعد ما وريناكم الكليكلاك سمارت والكليكلاك دوب اكودوار والكليكلاك سامبل، هذا المره جبناكم كليكلاك اون فورم ال اللي رانا نشوفوا فيه. جاي مقسم على دو بارتي، بارتي تجيب الطول وبارتي تجيب العرض كيما راكم تشوفوا. فوال هذه البارتي تجيب بالعرض كيما رانا نشوفوا. لاكودوار تاعها راهو جهه اليسرى وكاين اللي فيها والجهه طويله راه فيه الجهه اليمنى. هذه المعلومه نعطوها لكم اليوم حصريا بلي هادو لي ساكودوار تقدروا تشونجيهم. باغ اكزومبل حبيتوا ديروا هذا طويل، هادو ديروا لو لاكودوار اللي منا. دونك هذا واش نديروا، نعاودوا نحكموا هذا طويل نحطوه في لاكوش دروات لاكوش غوش عفوا، وهذا اللي يجي بالطول بالعرض نحطوه في لاكوش كوتي دروات. فوال دونك سما عندكم لو شوا باش ديروا كوتي غوش كوتي دروات ولا كوتي دروات كوتي غوش. فوال هذه بالنسبه للتصميم تاع لو كليك لاك. بالنسبه لادونسيتي كيما غني عن التعريف، لادونسيتي تاعنا كاع راهم بدي 30 سواء فلاسيس ولا فلاكودوار ولا فلودو تاعها. فوال نشوفوا بلي عندها خياطه رفيعه جدا، التيسو تاعو اونتي طاش حاجه تبارك الله. فوالا التيسو هذا راه مخدوم انقه جد جد مميزه، خياطه رفيعه جدا. فوال هذه بالنسبه للشكل الخارجي تاعو كيما نشوفوا الابعاد تاعو راهو فيه 2 متر 90 لاكودوار لاكودوار في العرض، وفيه 180 في الجهه الطويله اليمنى. فوال من لهنا راهو فيه 180 سنتي. فوال نشوفوا دوكا واش كاين داخل الانتيريور. انا نشوف بلي الانتيريور الداخل راهو فيه لو كوفري تاعو اللي راهو الداخل بيتزا طري طري زالاز، تحطوا فيه الاخرى تاعكم بكل اريحيه وتحطوا فيه واش تحبوا الداخل. فوال كاين ناس بزاف يحبوا ما يحبوش الصالون نورمال باسكو ما عندهمش مساحه تخزين، دونك على هذا الكليك لاك يتميز بهذه الخاصيه اللي تقدروا تخبوا فيه دوزانكم الاغراض تاعكم وتخبوا فيه المساحه اللازم، تعطيكم مساحه لازمه وزياده في الصالون. فوال كما نشوفوا ثاني تاعنا الجهه اللي جايه بالعرض كما ثاني عندنا في الجهه اللي جايه بالطول. فوال انا نشوفوا بلي فيها لو كوفري تاعها ثاني راهو يجي بالطول. فوال بعد ما نعاودو ردو هكذا انا نشوفوا بلي الكوتي هذا راهو يولي شغل سرير تاع الجهه. فوال تعطيكم قاعده ورخده بزاف مميزه حاجه شاب. فوال ثاني هذه الجهه ثاني نقدروا نكسلوها ردوها بهذا الشكل اللي تعطيكم قاعده مميزه راهي فيها متر من لهنا، فيها متر 10 سنتي. فوال عندكم ثاني خاصيه ثاني وحده اخرى اللي تقدروا ديروا فيها واش ديروا، تعاودوا تحكموا هذه الجهه اللي راهي بالطول تلصقوها مع الجهه اللي راهي بالعرض ويولي لكم سرير تاع دو بلاص تاع الشخصين. فوال يولي لكم 2 متر تقول لكم متر 90 على متر 60. فوال كما قلنا لكم راه مخدومي بلا دونسيتي 30، ونشوفوا بلي لي في تاعو هم مخدومين بالبواتر هذاك شباب. السعر تاعو راه يدير 8 ملايين و500 مع خدمه النقل وتوصيل حتى باب المنزل.